لا تفوت هذه النظرة المتعمقة على لوكهيد F-117 نايت هوك، رمز الابتكار والتخفي في عالم الطائرات المقاتلة. اشترك في قناتنا للحصول على محتوى طيران أكثر إثارة، واستكشف عالم التكنولوجيا العسكرية معنا. هذه هي أول طائرة مقاتلة خفية في العالم، وهي أعجوبة أثارت ذات مرة شائعات عن أصول خارج كوكب الأرض بتصميمها الزاوي الغريب. ها لوكهيد F-117 نايت هوك، رائدة في تكنولوجيا الطائرات الشبح، تشبه الأسطح المسطحة الأنيقة والحواف الحادة المنشور الطائر الأسود، المصمم بدقة لتجنب اكتشاف الرادار مما يدفع حدود هندسة الطيران. تم تصميم F-117 خلال الحرب الباردة، وكانت من بنات أفكار شركة لوكهيد مارتن. وضعت في 1970 لاختراق الدفاعات الجوية السوفيتية الهائلة التي يطلق عليها اسم البومة. هذا المقعد واحد ذات المحركين الأعجوبة، تفاخر جناحيها من 43 قدماً وطول 66 قدماً، والحد الأقصى لوزن الإقلاع من 48، مدعوم من محركين مروحيين دون سرعة الصوت، يمكن أن يحقق سرعة قصوى تبلغ 0.9 ماخ، ويعمل على ارتفاعات تصل إلى 45,000 قدم. لكن ما يميز طائرة F-117 حقاً هو تصميمها الديناميكي الراديكالي، المسطح والزاوي بالكامل تقريباً، والذي يشبه مخلوقاً ولداً من الدقة الهندسية. لتقليل انعكاسات الرادار، تخلى عن المنحنيات التقليدية وحتى الاستغناء عن الرادار تماماً، معتمداً فقط على أجهزة استشعار متطورة للعمليات القتالية. جعلته هذه الابتكارات غير مرئي تقريباً للرادار ضمن معايير معينة، مما منحه ميزة لا مثيل لها في التخفي. ومع ذلك جاءت قدرات التخفي الرائدة هذه بتكلفة. شكل F-117 غير التقليدي تحدى الديناميكا الهوائية التقليدية، مما أدى إلى قمرة قيادة على شكل ماسي مع رؤية محدودة ومآخذ مغطاة بالشواية، مع تقليل المقطع العرضي للرادار أعاق كفاءة المحرك. تم تصميم محركاتها لتقليل تواقيع الأشعة تحت الحمراء وإنتاج 8000 رطل فقط من الدفع. حلق أول صقر ليلي في السماء في عام 1983 محاطاً بالسرية، حتى اعترفت الولايات المتحدة رسمياً بوجوده في عام 1988. طوال خدمتها طار البومة أكثر من 1300 مهمة، مما أدى إلى تدمير أكثر من 1600 هدف عالي القيمة، وحفر اسمه في سجلات التاريخ العسكري باعتباره طليعة حرب التخفي. الآن عند التفكير في قيمتها، لا يسع المرء إلا أن يتعجب من البراعة والابتكار المعبأ في هذه الأعجوبة التكنولوجية. وبالتالي ماذا تقدر قيمة هذه الطائرة الرائدة؟ متابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا. سنسعد بي اشتراكك في القناة وإعجابك بي القصة ومشاركتها وتعليقك عليها.